من هنا لغاية آخر الأسبوع أعتقد هيكون كلامنا متواصل عن استعدادات الأهلي للسوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، لقب مهم جدا أكيد، وهنقول ضروري أن أنت تبدأ بيه الموسم الجديد اللي هيشهد برضه تحديات كتيرة جدا محليا وقاريا. هنتكلم في كل التفاصيل دي، بس خلينا نرحب بضيفنا العزيز جدا كابتن إيهاب جلال حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق. صباح الهنا. صباح الخير يا نهوان. صباح الخير يا كريم. الحمد لله على السلامة وليك وحشة كبيرة. الله يخليك. أخبارك إيه؟ كله تمام؟ أشكرك. كله كويس والله. الحمد لله. طيب زي ما نهوان بتقول احنا عندنا تحديات كتير جدا، ده احنا قبل ما نبتدي نلعب أول ماتش في الدوري عندنا بطولات كمان قبلها هنستهلها طبعا بماتش المرتقب مع اتحاد العاصمة الجزائري. وفكرة إن الأهلي عنده الفترة اللي جاية قبل انطلاق الموسم ثلاث بطولات، احنا بنتكلم في المباراة دي أو بنتكلم في يعني كأس السوبر الإفريقي والدوري الإفريقي بعديهم كأس العالم للأندية ثم الدوري. فرأيك كيف البداية القوية دي للموسم الجديد؟ طبعا برحب بيكم طبعا. زي ما هنا وندا قالت داخل على ماتش بطولة، هي مباراة في طبعًا بطولة طبعًا. ده مهم جدا النادي الأهلي زي ما قلتوا كده بالظبط إن النادي الأهلي يحصل عليها، بتفتح له الطريق للموسم الجديد لانك انت اخذت فتره اجازه وبعد كده عملت فتره اعداد في النمسا، اعتقد ان كان فتره اعداد ناجحه جدا، بتخرج من الاجواء تانية خالص. ده مهم جدا للاعيب ان هو يخرج ويفصل خالص عن المكان اللي هو قاعد فيه وباستمرار فيه، لان احنا كنا زمان لما كنا بنلعب كنا لازم كنا بنسافر على طول المانيا النمسا سويسرا الحتت دي كلها كنا بنسافر يوغوسلافيا زمان نفس الغرض برضه. نفس الغرض بالظبط كده، بس ما كانش فيه بطولات كتير زي دلوقتي طبعا. فانت بتستعد للدوري بتستعد كده، فانت كنت بتفصل، فدي حاجه صحيه جدا بالنسبه للاعب كره القدم طبعا. انه لازم يفصل يعني. فطبعا زي ما حضرتك قلت ونهاوند قالت ان المباراه اللي جايه يوم الجمعه السوبر الافريقي مهم جدا للنادي الاهلي، ان هيدخل على بطولة تانية في كأس العالم، هتفتح له الطريق وهتخلي انه يبقى منتعش ان هو يدخل في البطولات الجاية، لان البطولات الجاية صعبة جدا يعني، بطولة في بطولة في بطولة وبعد كده هتخش على الدوري، يعني حاجات مليئة جدا وحاجات قوية جدا. ومع بداية الموسم يعني انت لسه ما كنتش لسه لعبت ماتشات، هتخش على مباراة السوبر وانت لسه برضو جاي من فترة اعداد يعني الدوري ما كانش شغال، ف يعني مباراة مع بداية موسم مهمة جدا انك تاخد البطولة فيها، لانك انت الطبيعي جدا النادي الاهلي ده الطبيعي ان هو اي مباراة بيخشها او اي بطولة بيخشها لازم عايز ياخدها طبعا. فده مهم جدا ان بداية تبقى قوية جدا، بداية اعتقد انها مسؤولية كبيرة على اللاعبين والجهاز الفني انه يحصل على البطولة، لانك انت برضو بطل افريقيا في الشامبيونز ليج، اتحاد العاصمه في الكونفدراليه، الطبيعي جدا انك انت الاعلى، انت المسيطر على افريقيا. فده مهم جدا النادي الاهلي يفكر في الموضوع انه ياخد البطوله بمباراه ببطوله، ده مهم جدا. طيب ممكن نتكلم شويه كابتن ايهاب على المعسكر، معسكر الاهلي طبعا بالنمسا والاستعدادات للموسم الجديد، وخلينا نتكلم ونقارن شويه بالمعسكرات ايام جيل حضرتك. هو مش من بعيد يعني مش قوي. المعسكر اختلف في ايه والاستعدادات اختلفت ازاي؟ ولو قارنا معسكر زمان بالمعسكر اللي هو الاخير النمسا. المعسكرات بتاعتنا بتاعت زمان احنا كنا بنعسكر عشان نخش على الدوري او الكاس او كم مباراه وديه كنا بنلعبه، كنا بنلعب حوالي مثلا بتاع 5 6 7 مباريات. بتبقى مش مباريات بتبقاش قويه جدا، لانك انت مع بدايه موسم مع بدايه فتره الاعداد بتبقى محتاج مباريات مع مثلا خلينا نقول مع شويه هواه شويه بتبدا بيها ما تستنزفش اللعيبه يعني بالظبط كده، ولازم تخش يعني ستيب باي ستيب كده انك انت تخش في الاجواء. فطبعا بتنهي المعسكر يعني بتشتغل مثلا مباراتين هواه مثلا مع مباراتين قويه جدا، بعد كده بتخش بتنهي المعسكر بمباراه تاني ضعيفه شويه عشان تيجي على مباراه الدوري يكون عندك انت الاستعداد والعامل النفسي عندك مرتفع يمكن جدا. يمكن ده الاختلاف ان انتوا عملتوا مثلا بتتكلم في 4 5 مباريات وديه، النمسا كان مباراه واحده يعني اعتقد ان برضو الناس شغاله هناك في الدوري، هناك اشتغل الدوري عندهم، فاحنا كنا بنسافر في وقت اللي هو لسه برضو الناس هناك بتعمل فترات الاعداد. فدلوقتي النادي الاهلي عشان احنا متاخرين شويه في مصر ان احنا رحنا على فتره اعداد، كان الدوري ابتدى في اوروبا 4 4 4 5 اسابيع شغال، فطبعا مش هتلاقي فرق تلعب معاها، والنادي الاهلي برضو بتلعب مع فتره زي ما كنت بتكلم بدايه فتره الاعداد محتاج انت بتلعب مع فرق ضعيفه شويه. فاعتقد انك مش هتلاقي فرق ضعيفه لان كله دخل في الدوري وكله شغال، فاعتقد ان مباراه واحده طبعا انا شايف طبعا يعني
يعني مش كفايه، لازم كنا نلعب اكتر شويه، مباراتين ثلاثه كمان، على اساس انك انت تخش على مباراه قويه زي اتحاد العاصمه.